والحديث حول نتائج شركة نماء ينضم إلينا من الجبيل الصناعية عبد الله السالم، الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات. مرحبا بك سيد عبد الله. الشركة عزت عودتها لتحقيق الأرباح لعدة أسباب، من بينها انخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. كم يبلغ التغير في المخصصات وما هي نوعية هذه الديون؟ أول مساء عليكم بالخير أخي عبد الله ومتابعي الكرام. مخصصات ديون المشكوك فيها طبعا هو إجراء يتم كل فترة، ومع ارتفاع الأسعار قد تزيد هذه المخصصات بحكم أنها محاسبية، أنت ملزم كل فترة مالية يعني بما يزيد عن 3 فترات مالية اللي هو 279 يوم، لازم تدرس ديون لأكثر من 270 يوم وتقرر بشأنها هل تكون لها مخصصة أم لا. ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية يمكن في الربع الثاني شهدنا زيادة هذه المخصصات، كانت تقريبا بحدود 4 مليون ريال خصص لها في الربع الثاني، لكن تم تحصيل هذه الأموال، وكذلك تحسن التحصيل تحصيل المديونيات على العملاء في الفترة الماضية. استطعنا أن نخفض المخصصات بما يقارب 4 مليون ريال، من 3 إلى 4 مليون ريال تقريبا. هذه المخصصات اللي كانت في هذا الربع اللي عكست في هذا الربع. ماذا عن المخصصات خلال 9 أشهر؟ كم تبلغ سيد عبد الله؟ الرقم لا يحضرني الآن، لكنه أقل من 10 مليون ريال للجميع، وهذا تم تخفيضه تقريبا طبعا مخصصات الديون المشكوك بها، وهذا تم تخفيضه بتقريبا 3 إلى 4 مليون ريال في هذا الربع. وهي عملية محاسبية مستمرة، يعني ما دام المبيعات موجودة فوجود هذا المخصص أمر اعتيادي، الغير اعتيادي أن يزيد ويتراكم على مدى فترات. نعم، بعد هذه النتائج الإيجابية هل نتوقع توزيعات الأرباح، خصوصا بعد ارتفاع حقوق المساهمين في الشركة بما يقارب 30 مليون ريال خلال هذا الربع؟ بالنسبة لتوزيعات الأرباح هي مرتبطة بتوفر السيولة، ومعروف أن الشركة لديها مديونية عالية متراكمة من فترات ماضية، يعني كم تبلغ المديونية سيد عبد الله؟ فترات إلى كانت الآن المديونية بنهاية 19 هذه السنة تبلغ 532 مليون ريال، منخفضة من بداية السنة كانت 729 مليون ريال، فتقريبا حدود ال 200 مليون تم تخفيضها خلال السنة هذه، إضافة إلى 30-40 مليون ريال خفضت السنة الماضية. فالشركة مستمرة في تخفيض مديونيتها، وجزء كبير طبعا من المديونية لصندوق التنمية الصناعي حيث أنه أكبر داعم للشركة بميزان مديونية الآن قائمة الآن حدود 450 مليون ريال. نعم سيد عبد الله، ماذا عن التخارج من ينساب؟ هل الأثر المالي لهذا التخارج سيستمر خلال هذا العام أم انتهى؟ طبعا الأثر المالي هو على جانبين، لو تخفيض المديونية وما يتبعه من تحسن في نسبة السيولة في الشركة، كذلك القروض إلى حقوق الملاك، هذا في جانب. الجانب الثاني الشركة استفقد وإن كان شيء يسير اللي هو التوزيعات السنوية اللي كانت موجودة في يعني كانت تحصلها الشركة من توزيعات ينساب، وهو مبلغ يسير في مقابل يعني الفائدة العظمى في تخفيض المديونية. لما بيع أسهم ينساب كان من ضمن شروط الاتفاق بينه وبين الصندوق الصناعي لإعادة جدول القروض، فسيلت أسهم ينساب ودفعت بالكامل كدفعة أولى للصندوق الصناعي، وهذا حسن حقيقة وضع المديونية، وكذلك جعلنا في وضع أفضل في الحصول على اتفاق نهائي مع الصندوق على لجدولة القروض. نعم، ما توقعاتكم لأرباح الشركة بنهاية العام، لا سيما في ظل أزمة سلاسل التوريد التي تشهدها الأسواق العالمية، وباختصار لو سمحت؟ فأنا أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن أثرت على الشركة بشكل كبير جدا خلال الربع الثاني والربع الثالث، كان يعني بإمكان الأرباح تكون أفضل بكثير مما شهدنا خلال الربع الثاني والثالث بسبب سلاسل التوريد. الأزمة الآن خف قليلا،
ما نتوقع انها تنحل عذرا بشكل كامل. للمقاطعه سيد عبد الله طبيعية. السالم الرئيس التنفيذي لشركه نماء للكيماويات، لضيق الوقت لدينا شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجبيله الصناعيه.